مثال آخر يتضمن كومباين ستريس، يعني أكثر من ستريس بما فيهم التورشن. المقطع اللي موجود عندي بهالشكل هذا، خليه أفترض، وبعد هنايا 280 ملم، بعد هنا بالملم عندي، نعم 180، خلي افترض هذا الصغير 180 حتى نفكر شلون نعيد ترتيب. 180 ملم الارتفاع عندي، ثمانمية ملم، وعندي هاي المسافة أيضا بالملم 1200 ملم، مثبت من هذه الجهة. الستريس يعتمد على نقطة التثبيت، أكيد الفشل يكون في مناطق التثبيت إذا كانت ليفر. اللود المسلط بالسؤال كان في منطقة المنتصف هنا ومقداره من 100 نيوتن. الآن إذا ركزنا على 280 وكان الثيكنس عندي بالسؤال تي يساوي 20، 280 على 20 ماكو مشكلة بيها، لكن المشكلة عندي 180 على 20 يساوي 9. إذن أول خطوة أقوم بها هي إعادة ترتيب يعني حتى نعيد ترتيب الريناجمنت. بهالحالة ايش راح يصير عندي؟ أقصد ترتيب الأبعاد، طبعا راح يصير عندي هذا الجزء ممكن يكبر بهالشكل هذا، وراح تنضاف ل 20 ب 20، فراح يصير عندي مستطيل مقداره 220. هذا الجزء راح يقل بمقدار 20 ب 20، فراح يصير عندي 240. هذا المستطيل صار كأنه إذا أريد أوزعها بهالشكل هذا، خلنا أوضح هنا بهالشكل، إعادة التوزيع من جديد. هذا المستطيل اللي هو 220 والثيكنس مالته 20، وهنا أنا مستطيل آخر اللي هو 240 ب20، وهنا أنا المستطيل اللي قابل مستطيل 220 ب20، وهنا عندي مستطيل 240. إذا المشكلة ما راح تكون عندي الدي على البي لكل الأبعاد، 240 على 20 ما عندي بها مشكلة، زين 12. الدي على البي في حالة 220 على 20 راح يصير 11، وال 11 احنا قلنا الاثنيناتهم الكي 1 يساوي ثلث والكي 1 يساوي ثلث. إذا طبقنا المعادلة التاو يساوي عندي 800 في المسافة اللي هي مسافة الدوران. طبعا مسافة الدوران يفضل ان تكون للمنتصف، وبعضهم ياخذوها حتى للحافة، لمنتصف هذا الجزء، لمنتصف هذا الجزء. طبعا منتصف هذا الجزء هو نفس 280 راح تكون، او بعضهم ياخذوا 800 في هذه المسافة، 800 نيوتن في المسافة 800، ماكو مشكلة في هذا البعد، سواء للمنتصف أو عالي. الكي الآن أصبح لدينا ثلث، ثلث في 2 في 220 في 20 تربيع، طبعا المسافة متكفية هنا بالكتابة، زائد راح أكتب الأسفل حتى يكون واضح، جزئين 2 في 240، باعتبار 240 صارت عندي 240 واثنين هم اثنيناتهم موجودة، في 20 اللي هو البي تربيع، كل في 10 والسالب 9 حولناهم إلى مليمتر، حولناهم إلى متر باعتبار التورك نيوتن متر. الآن هنا حسبنا التورك يطلع لي قيمة محددة. يتولد عندنا أيضا بيندينج، باعتبار أنه أنا مسلط قوة ما مسلط تورك، بيور تورك،
فراح يتولد عندنا اي قوه تسبب لنا تورشن. ملاحظه هذه، اي قوه تسبب لنا تورشن اذا كانت قوه منفرده تسبب لنا تورشن، تسبب لنا في نفس الوقت بيندينج. فهذه قوه موجوده مسلطه راح تسبب لنا بيندينج، ومقدار البيندينج سيجما بيندينج يساوي لنا الام سي على الاي. الاي هنا عندي المقطع راح يكون عندي مستطيل مجوف، خلي ارسمه شويه بشكل اوضح. القوة متجهة بهذا الشكل، إذن هذا هو الأج اللي هو مقدار 220، الأج الكبير خلينا نسميه. القاعدة عندي هذه هي القاعدة اللي هي مقدارها 280، وهنا عندي الأج الصغير، هذا الأج اللي موجود من الأسفل للمستطيل المجوف، الاتش اللي هو يساوي لنا 180، في حين القاعدة المستطيل المجوف يساوي لنا 240. الآي للمستطيل المجوف يساوي لي البي الكبير اش تكعيب على 12 ماينص البي للمستطيل المجوف. طبعا راح ناخذ حالات عديدة اذا كانت غير متناظرة راح نعطيكم امثلة عليها في حساب الآي، ملاحظات بسيطة يعني أيضا كتذكير لمادة مقاومة المواد والميكانيكا الهندسية وشلون نحسب السنترود. ستريس يساوي قيمة العزم اللي موجود عندي 800 في هذه المسافة، المسافة لمنطقة التثبيت. إذا المسافة لمنطقة التثبيت 800، في المسافة لمنطقة التثبيت من المنتصف راح تكون عندي مقدار 1200 ماينص المسافة، نصف المسافة، نصف 280 اللي هي 140، في السي اللي هو المسافة لنصف الاتش راح يكون عندي نصف الاتش الكبير واللي هو مقداره 140، على الآي اللي حسبناه هنا اللي هو عبارة عن 280 في 220 تكعيب على 12 ناقص 240 في 180 تكعيب على 12، فرق بين المستطيلين المجوف. الآن أصبح لدينا إجهادان، إجهاد تورشن وإجهاد بيندينج. قلنا الإجهاد التورشن والبيندينج هم متعامدان لا يمكن جمعهما جمعا جبريا، إذا الإجهاد اللي يتولد راح يكون عندي هو إجهاد بيندينج على 2 زائد تحت الجذر إجهاد بيندينج تربيع، زائد الإجهاد التاو اللي حصلنا تاو تربيع راح يطلع لنا إجهاد ممكن بالميجا باسكال. هذا ما ممكن نعتبره الإجهاد ماكسيموم إجهاد، واللي ممكن على ضوء نختار المادة اللي نريدها بالتطبيق.